شیخ شرف الدین الخلیفہ کے ہاتھ میں ایک غیر مسلم جوڑے نے اسلام قبول کیا. شیخ صاحب نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا اور مرد کا اسلامی نام محمد یوسف اور عورت کا اسلامی نام میمونہ رکھا. John Mendy. Maintenant, ça s'appelle Youssouf. Maintenant, ça s'appelle Youssouf. Atomu Mendy de Bascaï a créé Youssouf pour la Cheko et Atola Kaï Youssouf. Toi, ça s'appelle Maimouna. Maimouna, je m'appelle Maimouna. شيخوكو مسومن توبيتاتين ايو تولا ميمونة باركو من نفوتو ولم ميمونة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كنجبكي كنيونكو تودي يوسف كنيارل كنيونكو تودي ميمونة. اس کے بعد شیخ شرف الدین الخلیفہ نے عوام سے دینی خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی. اذكر ربك يا معاشري
يوم عشري هريانا يوم عشري هريانا وتقفوا اسلام تمام بمياسي منكو أتوبوشينا دابو ذاكي اللهم لا ترى لنا اللهم لا ترى لنا من رمبني لا بدا ولا مريضني لا شفيتا ولا علما ولا مريضني لا شفيتا اللهم ولا مريضني لا شفيتا اللهم كل اسلام غير المسلمين اللهم كل اسلام غير المسلمين اللهم كل اسلام غير المسلمين اللهم كل المجاهدين في كل مكان اللهم كل المجاهدين في كل مكان اللهم كل المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على انفسنا اللهم انصرنا على انفسنا اللهم انصرنا على انفسنا اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يجعون السلام تبركك يا عز جلال والإكرام وأصوانا وأسل لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأصوانا وأسل لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الموت والشربة والقدر وأمتي والفرات وضلتي فيوم القيامة وراءتي اللهم اهدنا فيمن هديت وأعطنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا الشر على ما كفيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من واليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد ولا ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وأقلا كاملا وعلما نفعا وقلبا منورا وتوفيقا يسرا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذكرا وبدنا صبيرا ورزقا وسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولهكاء نصيبا وجنتا في الدوسة ونعما مقيما اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير انك على كل شيء قدير تورث الليل في النهار وتورث النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولى ورحمهما كما ربيان صغيرا واغفر لي يا اللهم للجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحيان منهم على أمواتك برحمتك وأرحمه الراحمين وقصوى العاذرين وسامعين وصى إلى الحج في هذا يوم المباركة اللهم بالغ ما أملنا وما طلبنا يا مولانا يا ربي العالمين من العريش لا يكر شيء أولا وآخرا ظاهرا وباطنا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ربنا تقابل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتوبتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الدنيا وعذاب الفقر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين